سجلنا الشيء هذا في تونس لو 28 ماي مشيت لجنيف على اساس في الاسبوع كله باش نتابع الملف مع السلطات المعنيه في اعلى هرم السلطه. مش لازم باش نقول على الاسماء لان فما عده امور سريه. بعد ما تعدت الروبورتاج في التلفزه في الاخبار تفاجات تخبيش عليكم تفاجات بتصريح قام به سيد رئيس الجمهوريه. سي منصف مرزوقي التصريح هذا ربط فيه حاجتين اللي هما ما عندهمش علاقة ببعضهم. ربط موضوع استرجاع الأموال ربطها باللاجئين الغير شرعيين اللي في سويسرا اللي سويسرا تحب ترجعهم من تونس فما 3000 تقريبا. قال personne ne peut cacher que l'on chasse 3000 pauvres qui ont quitté en Tunisie parce qu'ils n'arrivent pas à vivre alors que l'argent qui pourrait les faire vivre est dans les banques suisses. هذا موضوعين ما عندهمش حتى علاقه. معناها واضح سي سامي وانه تهجم على السلطات السويسري. تهجم ونلقاه في حل في غير محله، سي اون مالادريس مون افي. حاجه اخرى يقول دونك انت سامحني سي سامي هذه معناتها النقطه هذه مهمه بالنسبه ليك اللي باش تقدم الاجراءات والمشروع اللي تاع عاملينه. باش نحطوا الاوبينيون بوبليك معنا باش نحطوا السلطات الرسميه معنا. وقلت في التلفزه السويسريه لاني عديت 10 سنين وراني جو سوي غودوفابل لسويسرا اللي هي كونتني ونحسها بلدي ثاني ومش معقول بلدي ثاني يكون مش معاه في توافق مع بلدي الام. هذا الكل تحسيس الراي العام وهذا صحيح راه وهذا اللي نشعر به راه. وقال حاجه اخرى قال اللي هو مش معقول باش الاموال نتاعنا تقعد 50 عام كما قالت فلوس اليهود في سويسرا 50 عام سكي ني با فري دايوغ. معناتها لي جويف يزون بورتي بلانت اون 97 عام 97 بعد اربع سنين خذوا حقه. ما قعدتش 50 سنه. يعني الخلط هذايا تقول انت اللي قام به رئيس الجمهوريه كان ينجم يكون عنده دو موفيز ريبيركسيون. مشيت لسويسرا في بالك باش تلقى الترحاب وسي والامور منظمه ومريقله تلقى الناس مغشين. هذا هو بون الترحاب والواقع رقيته خاطر الناس عندي بهم علاقه سابقا. مسؤولين مغشين. مسؤولين اما دخلت في الوزارة مدوا لي الارتيكل قدام عيني قالوا لي شنو هذا شنو التصريح كيس كيف يدير بغلا قالوا لي تعرفوا انت قالوا لي تعرف الملف بالتدقيق وتعرفوا احنا قداش متعاونين معاكم وباش نعطيكم اكثر من اللي طلبتوا في الطلبات اللي بعثها السيد عميد قضاة التحقيق اللي نغتنم الفرصة باش نحييه الراجل هذا لكفاءته وللإنابة اللي قالوا لي سي دان بروفيسيوناليزم اكسبسيونيل نتاع السيد عميد قضاة التحقيق نتاع تونس وقالوا لي الا لجنه استرجاع الاموال اللي تراسها السيد المحافظ البنك المركزي قائمه بعمل جبار وعندكم محافظ من اعلى طراز في الكفاءه الا قاعدين تو نشوفوا في بعض المشاكل تخص هذا الشخص والله سي دوماج معناتها كوني اون تران داتاكي تو نو كومبيتون في البلاد ما نعرفش وين باش نوصلوا على كل التصريح هذا اللي صار بون كيف نربطوا بتصريحات اخرى سابقه للسيد رئيس الجمهوريه في جورنال دو ديمانش لو 17 ديسمبر اللي يحكي على قال فورمولي بار سارتان لانسيان مينيست ديفير اترونجير قال سي دي كونسيديراسيون كولتوراليست بور نو با دي راسيست. بعد تقريب اسبوع يجي رد مع عند برنار دوبغي يجاوب وقال له احنا لهويناك في سويسرا في فرنسا وقت اللي انت جيت لاجا وحلينا لك البيبان وكذا. يعني انت سي سامي هوني تلوم على سي المنصف المرزوقي تلوم عليه برشا خاطر تقولش عليه عمل لهم بلوكاج كيلكو باغ في البروسيدور اللي انت قايم بها عبر الجمعيه نتاعك. معناتها حرفيا كيف يقولوا لي حرفيا فوتر بريزيدون ايزول لا سويس اي نوزا سوبري بار سي كريتيك. معناتها ينقدنا احنا واحنا اللي قاعدين نتعاونوا معاكم. يقولوا لي بوركوا ايل كريتيك لو بيي كي في لو بلوس ديفور بور روندر لارجون دي تونيزيان بينما ما ينقدش حتى حد اخر. وحاجه اخرى يقول ان سورا با ان سورون با كونت ان فيزون لو ليان انتر لو دوسي دو لا ميغراسيون اي لا ريستيتيوشن. سي مالورو. اش عملت انت سي سامي وقت اللي جاك الشوك هذا ووراوك المقال ووراوك شنو اللي عملته؟ طبعا حاولت باش نلطف من حده الشيء هذا. كتبت توت سويت رجعت للنزل وكتبت كومونيكي وبعثته للصحافه التونسيه وتنشر في نهارها على الصحافه الالكترونيه. علاش ما حاولتش تتصل برئيس الجمهوريه؟ بون كان فما اتصال في اليومين ولا ثلاثه لما بعد مع احد المستشارين قلت له راهو ردوا بالكم يفو ريكتيفي لو تيغ راهو مش معقول الشيء هذايا راهي البلاد قاعده تتعاون معنا يلزم نشكروهم ونمشيو معاهم واحنا في صدد كسب الثقه نتاع الناس هذم.
انت حاسس فما سيس دو بوا دو ميزور سي سيمي مع بعض البلدان نتعاملوا بطريقه مع بلدان اخرين فما طريقه اخرى من حيث من تونس اي بابا مش دو بوا دو ميزور معناتها اذا كان انت الانسان اللي تعاون معاك وحلك البيبان ويلاكسيليغ لو بروسيدور تنقدوا وما تنقدش الاخرين كيما بلدان الخليج اللي مسكرين علينا كومبليتوم وما همش مجاوبين حتى افيك ان اكوزي دو ريسبسيون يا رسول الله تي بلاد راهي زادت سياده تونس تبعث الانابه وتزيد تبعث ان رابيل الاول والثاني والثالث وما يجاوبكش تحب يقول ومن بعد نجيو للناس هذا باش نبيعوا لهم اراضينا في تونس هذا باش نرجع له هذا لو تسمح على كل بعد الاتصال بالسيد المستشار ما قاموش بالرد ما جاوبوش اي نون با ريكتيفي وزاره رئيس الجمهوريه هنا جا الرد من عند الكونسي فيدرال السويسري الا هما le conseil فما l'article موجود le conseil fédéral critique le président tunisien يقول c'est une démarche inappropriée.